السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة نماذج الوزارة. الوزارة نزلت النماذج اللي إن شاء الله إن شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان. أهم حاجة إحنا نذاكر الأسئلة دي كويس ونفهم إجابة كل سؤال وليه جاوبناها، تمام؟ هنبتدي مع بعض نحل الأسئلة واحدة واحدة، وإن شاء الله الامتحان الإنجليش يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله. طبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وان شاء الله هيكون بداية موفقة ان شاء الله. Number one, read and choose the correct answer from A, B or C. اقرأ واختر الإجابة الصحيحة من A أو B أو C. Number one, the world capital of cats in Romania has a cat population smaller than the human population. عاصمة world capital of cats، عاصمة القطط العالمية موجودة في رومانيا، وفي عدد او السكان اللي هم القطط الموجودين في العاصمه ديت هم than the human population، اكتر من تعداد السكاني. عندي هنا than دي صيغه مقارنه، يبقى اختار هنا larger 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 than. okay number two, I was 6 years old when I first to school. كان عمري 6 سنوات لما when I first was، هنا في الماضي يبقى I went to school. كوسكوس اللي هو الكسكسي can also be eaten with sugar. It's a famous dessert. ديت حلوة مشهورة in Morocco في المغرب. Dessert. Number four. It's two in the desert. It's 50 Celsius today. يبقى it's too hot. الجو حار جدا في الصحراء. ريم ايت تو اوف كيكس، طبعا كيكس تاخد معاها سلايسز. ريم ايت تو سلايسز اوف كيكس، شي لايكس سويت تو ماتش، هي بتحب الحلويات جدا. المجموعه الثانيه، ماي فاميلي وينت تو مستر كاملز، ذا برايد اند ذا جروم وير فيري هابي. برايد العروسه والعريس كانوا مبسوطين، يبقى دي حفله ايه؟ زفاف، ويدنج. نمبر 2، We went to the sea last week. We played and swam. طبعا last week في الماضي، يبقى we went to the sea and we played and swam in the sea. لعبنا وسبحنا أو عمنا في البحر. In this game everyone sits down. When the music stops it's musical chairs. كل واحد بيقعد في اللعبة دي، كله بيقعد لما الموسيقى بتقف، اللي هي musical chairs، الكراسي الموسيقية. بسبوسة is a traditional Egyptian dessert. حلوة، خلي بالنا بين كلمة dessert و desert. كلمة dessert فيها 2 S، كلمة desert اللي هي الصحراء D E S E R T معناها الصحراء و S واحد. Number 5، We say sorry when we make a or an mistake. احنا بنقول آسف لو احنا ايه، we say sorry when we make a mistake لما نعمل خطأ، تمام؟ شوف المجموعة الثالثة من الأسئلة. The children read about two and a cat in city mouse and country mouse story. عندنا هنا two طبعا جمع، يبقى mice، فئران mice. إياد looks a bit green. He ate two أكل. عندي هنا big carton of juice. Juice هنا شرب. Drinks. Water drinks. But big bars of chocolate. Chocolate. Number three. Yasser is very good at adapting. He can live in hot and cold water. هو ماهر جدا في أو جيد جدا في التكيف، ويقدر يعيش في الجو الحار والبرد. This bird was very hungry. It took a big bite. أخذ قضمة كبيرة من الجبنة. Bite. Nada up at 8 o'clock yesterday. في الماضي امبارح، يبقى got. She was late for school. اتأخرت على المدرسة. المجموعة اللي بعد كده، I was to read city mouse and country mouse. It was funny. كانت ممتعة. يبقى ايه؟ عندي bored ممل scared.
مخيف pleased مسرور، يبقى عندي كده ايه؟ كنت مسرور ان انا قرأتها او سعيد. My grandma in a small village when I was young، يبقى my grandma lived، شايف في الماضي when I was young. We use a pie chart، pie chart تمام اللي هو رسم بياني عن طريق ان هو كده زي بالشكل ده بالظبط pie chart. To show information عشان نعرض الايه؟ معلومات. It helps us see the answers quickly، يبقى show. My bedroom is، I can't add to bed there، مش قادر اضيف سريرين، يبقى حجرة النوم ايه؟ too small، صغيرة جدا ان انا مش قادر احط سريرين. Number five، It's not healthy to drink three bottle of juice. طب ليه اخترت bottle of juice؟ bottles of juice عشان slice of cake ديت اكل eat not drink، also bars of chocolate برضو eat not drink، وعندي drink يبقى bottles of juice. المجموعة اللي بعد كده we the Egyptian museum last week، last week ماضي، يبقى عندي كده visited. طبعا احنا بركز الوحدات مركزة على الماضي البسيط فلازم نخلي بالنا جدا، يبقى we visited the Egyptian museum last week، المتحف المصري الاسبوع اللي فات. we were very happy، وكنا مبسوطين جدا. Adam is very he helped me carry the bags، يبقى Adam is very helpful، مساعد جدا انه هو ساعدني في حمل الايه؟ الحقائب. In this game the players hide and the seeker tries to find them، في هذه اللعبة اللاعبين بتستخبى والباحث بيحاول ان هو يجدهم، يبقى hide and seek معنى صح كده اللي هي الايه؟ الاستغماية. We need water too، محتاج الماء عشان ايه؟ And to help crops grow، ومنساعد المحاصيل انها تنمو. To drink and to help our crops grow. The children are so they will go to the pyramids on Friday excited. الأطفال متحمسين جدا، هما هيروحوا الأهرامات الجمعة الجاية، تمام؟ بعد كده المجموعة اللي بعد كده. I had my running test yesterday. I هنا yesterday ماضي، يبقى I ran الماضي من run ran. Number two, the bird was very it's green and blue، لونه أخضر وأزرق. It's amazing، يبقى unusual غير عادي أو غير اعتيادي مميز يعني. Number three, people eat delicious food and celebrate عيد الفطر، بياكلوا اكل لذيذ وبيحتفلوا بيه عيد الفطر. Number 4 It's 6 o'clock in the morning. It's too early to go to school. الساعة 6 طبعا بدري جدا ان انت تروح الايه؟ المدرسة. It's too early مبكر جدا. Egyptian people are helpful to each other and they are very hospitable. Hospitable اللي هم عندهم ايه؟ كرم الضيافة، مضيافين to visitors. مضياف. المجموعة اللي بعد كده. Temperate climate is somewhere that is not too hot and not too cold. Temperate climate المناخ المعتدل، هو حيث الجو لا حر جدا لا حر ولا برد، ولكن مناخ ايه؟ معتدل. My yard's dress is beautiful. We all love it. Beautiful جميل. فستان ميار جميل واحنا كلنا حبيناه. When you have something different، لما يكون انت تمتلك حاجة مختلفة. All that nobody else has ومش موجودة عند حد تاني. You are special، أنت مميز. مميز special، كلمة special معناها إيه؟ مميز. Marwa is she wears a jacket and a cap، لابسة jacket وكاب، يبقى الجو إيه؟ برد، لابسة jacket يبقى too cold. Marwa is too cold، she wears a jacket and a cap. Number 5 Bedouin people usually live in the desert. The temperatures can be very hot. البدو غالبا بيعيش في الصحراء، درجة الحرارة بتكون عالية أو حارة جدا. المجموعة اللي بعد كده. People who write movies and stories are called، الناس الأشخاص أو الناس اللي بيكتبوا الأفلام والقصص بيكونوا إيه؟ مؤلفين authors المؤلفين.
crops grow better in fertile soil في التربة الخصبة. In fertile soil التربة الخصبة. This mountain is the highest mountain in the world. عند هنا صيغة تفضيل. صيغة تفضيل highest EST mountain in the world. هذا الجبل هو أعلى جبل في العالم. You can see a lot of trees in the forest. ممكن تشوف الكثير من الأشجار في الغابة. Open the window. The room is too hot. The room is too hot. افتح الشباك. الأوضة حار جدا. نقلب الصفحة. المجموعة اللي بعد كده. The climate isn't too hot and not cold. يبقى temperate climate المناخ المعتدل. لا هو حار جدا ولا بارد جدا. When you go online you need to be careful. لما تروح اونلاين لازم تحس ان لازم تشعر انت ايه؟ تحتاج انت ايه تكون حريص. لما تشغل اونلاين تبقى اونلاين لازم تكون ايه حريص. Pass the parcel is a party game. هي لعبة تمرير الهدية. هي لعبة في حفلة. We all like to play. كلنا بنحب ايه نلعبها. My friend likes to know more about environment. He is very curious. هو ايه فضولي وبيحب يتعلم اكتر عن البيئة. هو فضولي. My mom asked delicious cake yesterday. يبقى made الماضي من make made. عملت لنا كعكة لذيذة امبارح. To wrap presents is to cover. عشان تغلف هدية هو انت تغطيها. It with lots of paper بكثير من الورق. My city very quiet in the past. يبقى was. عشان عندي كلمة past في الماضي يبقى كان في الماضي. My city مفرد. المدينة بتاعتي كانت في الماضي هادئة. دلوقتي now there are a lot of cars. في العديد من العربيات. Every day I carry my كل يوم أنا بأحمل my back شنطة الزهر بتاعتي to school للمدرسة. I bought my books and my pencil case in it. Number 4. My favorite festival is when we eat كحك. لما ناكل الكحك يبقى ايه؟ عيد الفطر. احتفال عيد الفطر. عيد الفطر. Number 5. The girl is too نشوف ايه بقى؟ She needs to have hot drink. عايزة تاخد ايه؟ تشرب مشروب ساخن. يبقى is too cold. بردانة. عشان كده عايز تشرب مشروب ايه؟ ساخن. المجموعة اللي بعد كده. I saw two in the old room. أنا شفت إيه في الأولد روم الغرفة القديمة. ماوس. أموس دول مفرد يبقى عندي هنا two. يبقى two mice. Football is my favorite sport. كرة القدم هي الرياضة المفضلة عندي. I like it very much. بحبها كتير. We love two presents to my friend to our friends. يبقى give. يبقى we love to give presents to our friends. بنعطي هدايا لأصدقائنا. Number 5. I hurt my leg. It's very painful. مؤلم. أنا أذيت رجلي. ده شعور مؤلم. We should be proud of our beautiful country. We should be proud of our beautiful country. احنا لابد ان احنا نكون فخورين ببلدنا الجميلة. شوف مع بعض. احنا كده نكون خلصنا السؤال choose. تمام. هنشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. read and match. اقرأ ووصل. اقرأ ايه ووصل. تمام. number one. there are two ways of showing the information. في طريقتين عشان نظهر المعلومات. The bar graph and the pie chart. The pie graph and the pie chart. يبقى عندي كده دي number one. Number two. My grandpa's birthday was very special. We all had fun. حظينا بالمرح. عيد ميلاد جدي كان مميز. كلنا حظينا بالفرح. Number three. We all love to give presents.
كلنا بنحب ان احنا نعطي هدايا. It's even more fun to open presents، ممتع اكتر من ان احنا ايه حتى نفتح الهدايا. نمبر 4 سوري، يبقى هنا ديت نمبر 3، انا كتبت الحرف هو نمبر 3. نمبر 4 باسم looks a bit green، لا باسم looks a bit green، يبقى he ate many slices of cake، هو اكل قطع من الكيك كتير. The coffee is too hot. It will burn my tongue. هتحرق ايه؟ لساني. القهوة سخنة جدا هتحرق لساني. اوكي؟ المجموعة التانية. When we get together with our friend, we often play games. لما نجتمع مع أصدقائنا بنلعب ألعاب. We often play games. كوسكوس is very famous in Morocco. الكسكسي مشهور جدا في المغرب، ألجيريا، الجزائر، and Tunisia وتونس. It's semolina with meat and vegetables. سميد مع اللحمة والخضار too. Which festival is the most beautiful? لا توماتينا اللي هي مهرجان التراشق بالطماطم. Number 3. The weather is very good in Siwa and the soil is fertile. It's a good environment to live in. المناخ في سيوة جيد جدا والتربة خصبة، دي بيئة كويسة عشان نعيش فيها. Half is the same as 3/6 and 2/4 is the same as 4/8. يبقى عندي هنا number 5. اوكي المجموعة اللي بعد كده. I was nervous at my first day at school. انا كنت متوتر جدا في اليوم الاول عندي في المدرسة. But now I like my school so much. بحب مدرستي جدا. People say Eid Mubarak to their friends. بيقول عيد مبارك لأصدقائهم. In Eid al-Fitr. في عيد الفطر. Number 2. How many branches does the Nile have in Egypt? كم الفروع اللي موجودة في نهر النيل في مصر؟ 2 branches. 3. The world's capital of cats in Romania has cats population that is 4 times larger than the human population. تمام، اللي هو عاصمة القطط في رومانيا عدد القطط فيها بيكون 4 أضعاف أكبر من عدد السكان. 90% of Egypt is desert but we also have greenlands. 90% من مصر أرض صحراوية ولكن أيضا في أراضي خضراء. السؤال اللي بعد كده. The OO is the word in the word food is the same as and in her rhyme school. يبقى food school. OO long O long O. Humans are good at adapting. They can live in the most difficult environment. يقدروا يعيشوا في أصعب البيئات. يبقى البشر قادر إن هو يتكيف. قادر على التكيف أو جيد جدا في التكيف. They can live in the most difficult environment. قادرين انهم يعيشوا في اي بيئة. We went to the beach last weekend. احنا ذهبنا للشاطئ لجهز نهاية الاسبوع اللي فات. We swam in the sea and caught fish. That shirt has red, blue and green stripes. اللي هي stripes اللي هي الخطوط حمراء وزرقاء وخضراء. It's very colorful. مليء بالالوان. كحك are delicious cookies. الكحك هو cookies لذيذ. We use nuts. بنستخدم مكسرات sugar سكر and honey to make كحك. المجموعة اللي بعد كده. The word mistake has the same sound as the word as the word cakes. Mistakes cakes. Egypt is famous for its history. We should be proud of our beautiful. هنا دي لا يبقى هنا انا اسف كتبت برضه الحرف هنا 1 هنا 2. We should be proud of our beautiful country. يبقى Egypt is famous for its history. We should be proud of our beautiful country. The Nile is too long. نهر النيل هو طويل جدا. It's like traveling to the center of the earth. كأنك مسافر لمركز الايه الارض. The city life is good and the country life good too. الحياة في
المدينة جيدة والحياة في الريف جيدة أيضا. different people like different things. الناس المختلفة بتحب الأشياء الإيه؟ المختلفة. number four. we make a lot of movies and we have authors who won important prizes. إحنا صنعنا كثير من الأفلام وبرضو عندنا مؤلفين فازوا بجوائز مهمة. In musical chairs game في لعبة الكراسي الموسيقية. We need chairs هنحتاج كراسي. The bird's feathers are blue and yellow. It's colorful. الريش بتاع الطائر هو أزرق وأصفر هو colorful ملون. Did you eat a piece of cheese last night? Yes, I did. It was delicious. هل أكلت قطعة من الجبنة امبارح بالليل؟ Yes, I did. نعم كانت لذيذة. In hide and seek game في لعبة الاستغماية, a player tries to find the others. اللاعب بيحاول يجد الايه؟ الآخرين. The city is beautiful and full of bright lights and the country is quiet and beautiful. المدينة بتكون جميلة ومليئة بالأضواء الأنوار البراقة وأيضا and والريف بيكون هادئ وجميل. المجموعة اللي بعد كده. The Nile is home for نهر النيل هو بيت ليه different kinds of fish and birds. عمر ate too much candy. He looks a bit green. باين عليه بتاع هو كل حلوى كتير. Egyptians are very hospitable people. ناس مضيفين جدا. Full Mudamis is famous Egyptian food. We all like to eat it. الفول المدمس هو أكل مصري مشهور كلنا بنحب ناكله. We went to the beach yesterday. It was fun. ذهبنا للشاطئ امبارح وكان ممتع. بعد كده. Places with water usually have. الأماكن المياه usually have. Fertile soil and temperate climate. تربة خصبة ومناخ معتدل. Can you help me pull out this old metal box. ممكن تساعدني في ان انا اسحب الصندوق القديم المعدني. Authors write stories and movies. المؤلفين بيكتبوا قصص وافلام. We have many famous authors in Egypt. ولدينا كثير من المؤلفين المشهورين في مصر. We color eggs in Sharm el-Nesim and we go to the park with our families. احنا لون البيت في شم النسيم بنذهب للحديقة مع عائلتنا. Egyptians are full of energy. More than half of Egyptians are under the age of 30. المصريين بيكونوا مليئين بالطاقة. أكثر من نصف المصريين هم تحت سن 30. تمام. السؤال اللي بعد كده. Comprehension. Passage. Read the following passage then answer. اقرأ الباسج وجاوب على الأسئلة. Last weekend we visited my grandparents in a village near Luxor. الأسبوع نهاية الأسبوع اللي فاتت احنا زرنا أجدادي في قرية قرب الأقصر. We went to celebrate Eid al-Fitr. احنا ذهبنا عشان نحتفل بعيد الفطر. My grandparents were very happy. Were happy to see us. أجدادي كانوا مبسوطين عشان شافونا. We went to the mosque. ذهبنا للجامع and said Eid Mubarak to our friends. وقلنا عيد مبارك لأصدقائنا. Grandma made delicious كحك with nuts. جدتي الجدة عملت كحك لذيذ مع المكسرات. We ate a lot of كحك. أكلنا كحك كتير and drank orange juice. وشربنا orange juice عصير برتقال. We played with our friends and we bought some cans. لعبنا مع أصدقائنا وشرينا حلوى. It was nice weekend. كانت إجازة نهاية أسبوع لطيفة. We visited our neighbors in the village. No. Now we visited our grandparents. We ate a lot of كحك and drank juice. Well, that's right. كلنا كحك وشربنا عصير. That's right. We were happy at the village. كنا مبسوطين في القرية. برضو صح. Where was their grandparents' village? قرية أجدادهم كانت فين؟ near Luxor.
بالقرب من الأقصر. Why did the families go to the village؟ ليه؟ العائلة راحت هناك to celebrate، عشان يحتفلوا عيد الفطر، بعيد الفطر. تمام؟ السؤال اللي بعد كده. Yesterday we had a picnic in the park. امبارح كان عندنا نزهة خلوية في الحديقة. We went to celebrate our friend's Nader birthday. ذهبنا عشان نحتفل بعيد ميلاد نادر. We played hide and seek. لعبنا الاستغماية. Nader was the seeker. نادر كان الباحث. And we were the players. وإحنا كنا اللاعبين. He closed his eyes. غمض عينيه. And counted to 10. وعد لحد إيه؟ 10. We hid. And Nader tried to find us. إحنا استخبينا ونادر كان بيحاول يجدنا. نادر found Mona and she became the next seeker. نادر لقى منى أول واحدة وهي أصبحت الإيه؟ الباحثة الأولى. Ali was the winner. علي كان الفائز because he was the last one left. عشان هو كان آخر واحد فضل. We enjoyed the picnic so much. واستمتعنا بالبيكنيك جدا. We had a picnic last week. False. The picnic was yesterday. We played past the parcel game. False. We played hide and seek. السؤال بعد كده. The winner is the last one left. الفائز هو آخر واحد فضل. That's true. Who was the first seeker؟ من البحث الأول؟ كان نادر. Who was the winner؟ من الفائز؟ علي. السؤال اللي بعد كده. Most people like to live in near rivers. كثير من الناس بتحب تعيش بالقرب من الأنهار. But Bedouin people prefer to live in the desert. ولكن الناس البدو بيحب يعيش في الصحراء. They like to live in the open areas. بيحب يعيش في المناطق المفتوحة. They eat beans. بيأكل الفول. Lamb الحمل أو الخرفان. Dates البلح and bread والعيش. Bedouin people drink the milk. بيشربوا اللبن of animals الحيوانات. Like cows and camels زي البقر والجمال. Bedouin people live in a tent. بيعيشوا في خيمة. The tent is usually made of animals hair. غالبا بيكون مصنوع من شعر الحيوانات. Bedouin people are very special. الناس البدو هم مميزين جدا. They have beautiful clothes. لديهم ملابس جيدة. Delicious foods. أطعام لذيذ. And nice songs. وأغاني لطيفة. Bedouin people live in open areas. بيعيشوا في المناطق المفتوحة. Bedouin people have beautiful clothes. Beautiful clothes. Sorry. Beautiful clothes. The tent is made of animals hair. الخيمة تكون مصنوعة من شعر الحيوانات. Why are Bedouin people special? ليه هم مميزين؟ Because they have beautiful clothes delicious food and nice songs. عندي هون الإجابة they have beautiful clothes nice food ديت number 4 beautiful clothes delicious food and nice song. What do Bedouin people eat? هم بياكلوا ايه؟ They eat beans. Beans. Lamb. Dates. And bread. يبقى they eat beans, lamb, dates, and bread. بياكلوا الفول ولحم الحمل او الخرفان البلح والعيش. القطعه اللي بعد كده فول مدمس. فول مدمس is a famous Egyptian food. الفول المدمس هو طعام مصري مشهور. Egyptian people ate 8000 of years ago. اكلوا من الاف
السنين. Archaeologists علماء الآثار found some فول مدمس in one of the pyramids، لقوا فول مدمس في واحد من الأهرامات. It's very easy to make fool، من السهل جدا تعمل الفول. You take fava beans، بتاخد الفول الأخضر and put them in water، تحطه في المية for many hours، لعدة ساعات. Then you mix the beans with olive oil، بعد كده بتخلط الفول بزيت الزيتون، ليمون جوس والليمون، onion البصل and salt والملح. In my house we eat فول مدمس for breakfast، في بيتي احنا بناكل فول مدمس على الفطار. But my best friend eats it at dinner، ولكن صديقي المفضل بياكله على dinner time وقت العشاء. Our family likes فول مدمس، عيلتي بتحب الفول المدمس. With eggs، مع البيض، cheese، الجبنة and bread، والخبز. السؤال الأولاني خالص، فول مدمس is a famous Egyptian sorry English food، هل هو طعام إنجليزي English؟ لا غلط طبعا، هو Egyptian. You can eat فول مدمس for breakfast or for dinner، that's true، ممكن تاكله على الفطار أو العشاء. فول مدمس is a famous food for hundred of years، false، for thousand from thousand of years، thousand of years، آلاف السنة. Who eats فول مدمس at dinner، مين اللي بياكل فول مدمس على العشاء؟ My best friend، صديقي المفضل. How can you make فول مدمس، ازاي تعمل فول مدمس بقى؟ تمام، عشان هنا كده بقى تبقى كبيرة شوية، هنعلم من هو ازاي تعمل فول مدمس. هنا you can take fava beans and put them in water for many hour، then you mix the beans with olive oil or lemon juice, onions and salt. Ready number 5. Okay. القطعة اللي بعد كده. Please، من فضلك. Dear friends، عندي هنا dear friends، أصدقائي الأعزاء. Please come to my sister Hiba's birthday party، من فضلكم تعالوا لحفلة عيد ميلاد أختي هبة. Next Friday، الجمعة القادمة at 6 PM، الساعة 6. Our address، عنواننا is 233 أسوان رود، 233 طريق أسوان، نيو كايرو، القاهرة الجديدة. Near the family park، جنب الحديقة العائلية. We will have pizza، هيكون في pizza، fruits and cakes، وفاكهة و cakes. We will play party games، هنلعب ألعاب الحفلات. With music in the park، مع موسيقى في الحديقة. 2. The party will start at 6 o'clock، الحفلة هتبتدي الساعة 6. Near some wear something red or a funny hat، البس حاجة حمراء تمام، أو funny hat، قبعة مضحكة، طاقية مضحكة. We will have a lot of fun، هنحظى بيه متعة كبيرة، مرح كتير. I hope you can come to my party، بتمنى انت تيجي الحفلة بتاعتي. Tell me or my mom، ممكن تخبرني او تخبر ماما. Or call، او ممكن ترن على الرقم دوت. Your friend Angie، صديقتكم Angie. هنا Angie is inviting her friends to birthday party، حفلة عيد ميلاد. The party will be next، هكون next Friday، الجمعة القادمة. The friend should wear something red، بس حاجة ايه؟ حمرا. Whose birthday is it؟ ده عيد ميلاد مين؟ هبة. عيد ميلاد هبة. When will the party start؟ at 6 o'clock، الساعة كام؟ السادسة. Okay. اخر قطعة معانا. Some people love pizza، البعض الاشخاص بيحبوا، بعض الناس بيحبوا البيتزا. But oh and the burgers، will burgers. But Adam loves shawarma، ولكن ادم بيحب الايه؟ الشاورما.
When Adam goes to Cairo, لما آدم بيروح القاهرة to see his uncle عشان يشوف عمه, he always eats shawarma. هو على طول بياكل ايه؟ شاورما. He eats it at a shop. هو بياكلها في محل near his uncle's house, بجنب بيت عمه. Adam likes shawarma. آدم بيحب الشاورما so much, كثيرا جدا. That he wants to eat it every day. عايز ياكلها كل يوم. To make a shawarma, the chef takes a slice of meat. عشان تعمل الشاورما الشيف بياخد قطعة لحم, and then he adds, وبعد كده بيضيف tomatoes, الطماطم, onions, البصل, spices, البهارات, and delicious sauces, with sauce لذيذ. Adam doesn't know how to make shawarma. Adam ما يعرفش ازاي يعمل شاورما, but he will ask his mom, هيطلب من امه to make it to him, عشان تعملها له at home, في البيت. To be healthier, عشان تكون اكثر صحية, تكون صحية اكثر. Adam loves pizza and burger. That's false. The chef used beans and tomatoes to make shawarma. False. الشيف بيستخدم الفول والطماطم عشان يعمل شاورما. لا طبعا. Mom's shawarma will be healthier. That's true. Where does Adam eat shawarma? Adam بياكل الشاورما فين؟ At a shop near a shop near his uncle's house. His في محل جانب بيت عم. How does the chief make shawarma? الشيف بيعمل شاورما ازاي؟ يبقى لك هنا to make shawarma, the chef takes a slice of meat and then he adds tomatoes, onions, spices and delicious sauce. يبقى دي عندي number 5. خلاص. وبكده طلاب الاعزاء نكون خلصنا السؤال الثالث, خلصنا سؤال القطعه. تمام. هنيجي بعد كده على السؤال read and fill in the gaps using words in from the list. يعني بقى عايز نكمل الفراغات باستخدام الكلمات الموجوده في الليست. تمام. طيب عندي كده, نشوف الكلمات الاول. نايل quiet, likes teacher village. نايل نهر النيل, quiet هادئ, likes يحب, teacher المدرس, village قرية. My friend Rami, صديقي رامي, lives in a big city. It's bigger than my village. هو عايش في مدينة كبيرة, هي أكبر من قريتي. His house is near the Nile. بيته قريب من نهر النيل. نايل. So he can see the river all day. ممكن يشوف النهر طول اليوم. Rami's father is a teacher. والد رامي هو مدرس. بعد كده 1 2 3. He works in a school nearby. رامي likes his life, حابب يحب حياته. Likes دي number 4, his life. Because his village is quiet and beautiful. Quiet and beautiful. قريته هادئة و جميلة. السؤال اللي بعد كده. Farmlands الأراضي الزراعية, oases الواحات, environments البيئات, mountains الجبال, desert الصحراء. Egypt is a great country. مصر هي بلد عظيمة. There are different environments there. There are a lot of farmlands near the Nile. There are a lot of farmlands near the Nile. There are also desert places with lots of sands, أماكن صحراء صحراء بكثير من الرمل, and no plants, مفيش نباتات. There you can find an oasis, وهناك ممكن تشوف واحات. You can also find high mountains, تلاقي جبال عالية. Egypt is a wonderful country. Quiet house, young grew cars. Quiet هادئ, house بيت, منزل, young صغير صغير, grew ينمو, cars عربيات. I will tell you about the place where I live. هقولك عن المكان اللي أنا عايش فيه. My house بيتي
is in the village where I grew up. بيتي موجود في القرية اللي أنا إيه نشأت فيها، كبرت فيها. It was quiet when، كانت هادئة. When my grandpa was young، لما جدي كان صغير. But now there is a lot of noise، في كثير من الضوضاء. We played football، لعبنا كرة القدم. In the street، في الشارع. When there were، لما كان. When there were no cars، ما كانش في عربيات. Life then was simple، الحياة كانت بسيطة وقتها. Teacher، مدرس. First، الأول. Toys، ألعاب. Nervous، قلق. Backpack، شنطة الظهر. When I went to school I was only 6 years old، لما ذهبت للمدرسة أنا كان عمري 6 سنوات. My first day، أول يوم لي، was a good one، كان جيد جدا. I was nervous، كنت قلق. I didn't play with toys، ما لعبتش بالألعاب بتاعتي at school، في المدرسة. But I carried my backpack، حملت شنطة الظهر بتاعتي. I like my school، بحب مدرستي. Because my teacher، مدرس بتاعي، is very kind، عطوف جدا. السؤال اللي بعد كده. went، ذهب. won، فاز. through، ألقى. told، أخبر. flew، طار. my grandpa gave me a balloon، my grandpa gave me a balloon. he threw it up in the air، ورماها في الهواء. it flew up high، وطارت فوق عالي. we played a lot and I، واحنا لعبنا كتير. and I won the game، فزت باللعبة. my mom told me، ماما أخبرتني. told me to take a shower. I went to bed early، ماما أخبرتني إن أنا آخد دش. I went to bed early، ذهبت لي السرير بدري. I was very happy at that day، وكنت مبسوط جدا في اليوم ده. فاللي بعد كده. swim، يعوم. بيتش، شاطئ. اورنج جوس، عصير برتقال. يوغرت، زبادي. delicious، لذيذ. when it's hot، لما الجو يكون حر. I go out، بذهب للخارج. I like to drink orange juice، بحب أشرب عصير البرتقال. It's very delicious، هو لذيذ جدا. my brother likes to go to the beach، أخويا بيحب يروح الشاطئ. I like to go to the beach too، بحب أروح الشاطئ أنا أيضا. we swim in the sea، بنعوم في البحر. we eat frozen yogurt، we أكلنا frozen yogurt، زبادي مثلج. we feel very happy، شعرنا بالسعادة كلنا. at the end of the day، في نهاية اليوم. so went pizza happy songs. we went to Alexandria last week، احنا ذهبنا لإسكندرية الأسبوع اللي فات. we ate pizza، كلنا بيتزا. we to the beach، we went to the beach، ذهبنا للشاطئ. we listened to nice songs، سمعنا أغاني جميلة لطيفة. we saw old movies and laughed، شفنا أفلام قديمة وضحكنا. we were happy at the end of the day، كنا مبسوطين في نهاية اليوم. the last one. back، زهر. bed، سرير. raining، يمطر. تمطر. had، was. yesterday was a strange day، it was raining، الجو كان بيمطر. and I came back home، رجعت البيت. to، became back home، wet، مبلل. I had a test، كان عندي امتحان. I had a test and I answered it، وجاوبته. so I was very tired، كنت متعب جدا. I went to bed، أنا ذهبت للسرير. at 8 o'clock، الساعة 8. now I am fine، دلوقتي أنا بخير. تمام، وبكده نكون خلصنا الفئة ديت من الأسئلة، اللي هو fill in the gaps، املأ الفراغات باستخدام الكلمات. تمام، نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. الباراجرافز. look and write a paragraph of 4 sentences، من 4 جمل. you can use these guide words. طيب، عندي هنا what؟ a farmland،
near the Nile farmland. تمام، near the Nile قرب من النهر أو أراضي زراعية قريبة من النهر النيل. عندي environment البيئة، water المياه، fertile soil التربة الخصبة، crops المحاصيل easy سهل. تمام، تعال أقول كده في الأول، لما أجي أكتب الباراجراف بسيب مسافة صغيرة. تمام، بعد كده أبتدي أكتب this is a farm land. It's a good environment. There is water and fertile soil. It's easy to grow. Grow crops. It's easy to grow crops. سؤال بعد كده، عندي my first day at grade 4. أول يوم ليا في سنة رابعة. Nervous, war, new friends, teacher, math and English. Nervous قلق، war ارتدى، new friends أصدقاء جدد، teacher مدرس، math and English رياضيات وإنجليزي. تمام، طيب on my first day، في اليوم الأول ليا، on my first day at grade 4 في سنة رابعة، I was nervous. I wore a red t-shirt and gray pants. أنا لبست تيشيرت أحمر وبنطلون رمادي. I met new friends. قابلت أصدقاء جداد. The teacher was kind. درس كان عطوف kind. I learned math and English. تعلمت math and English. يبقى عندي كده on my first day at grade 4، أول يوم ليا في سنة رابعة، I was nervous كنت قلق، I wore ومتوتر، I wore a red t-shirt and gray pants، لبست شيرت أحمر وبنطلون رمادي، I met new friends قابلت أصدقاء جدد، the teacher was kind المدرس كان عطوف، I learned math and English تعلمت إنجليزي وماث. هنا what I did at the weekend، إيه اللي أنا عملته في أجازة نهاية الأسبوع. عندي هنا zoo حديقة الحيوان، family العائلة، weekend أجازة نهاية الأسبوع، t-shirt التيشيرت، animals الحيوانات، happy سعيد. يبقى كده أقول last weekend في أجازة last weekend في أجازة نهاية ال week end في أجازة نهاية الأسبوع اللي فاتت، I went to the zoo with my family مع إيه؟ عائلتي. I wore a blue t-shirt لبست t-shirt أزرق. I saw a lot of different animals شفت كثير من animals من الحيوانات المختلفة. I was happy كنت مبسوط. تمام، يبقى last weekend I went to the zoo with my family ذهبت
لحديقة الحيوان مع عائلتي. Last week I went to the zoo with my family. I wore a blue t-shirt. I saw a lot of different animals. I was happy. كنت مبسوط. Paragraph اللي بعد كده. Country and city life. حياة الريف والمدينة. عندي quiet هادئ. Green places. مناطق خضراء. Noise. ضوضاء. Bright lights. أضواء لامعة. Smoke. دخان. Like. يحب. يبقى عندي كده The country is quiet. Is quiet. الريف بيكون هادئ. There are a lot of green places. بيكون في كثير من المناطق الخضراء. The city is noisy. المدينة بيكون مليئة بالضوضاء. There are bright lights. في أضواء لامعة. And a lot of smoke. A lot of smoke. كثير إيه؟ من الدخان. I like the country life. أنا بحب حياة الريف. I like the country life. يبقى The country is quiet. There are a lot of green places. The city is noisy. There are bright lights and a lot of smoke. I like the country life. A day on the beach. يوم على الشاطئ. Last weekend. Swam. Played. Ice cream. Happy. Last weekend. أجازة نهاية الأسبوع. Swam. يعوم. Played. يلعب أو لعبة. آيس كريم الآيس كريم. هابي سعيد. يبقى هنا last weekend I went to the beach. في أجازة نهاية الأسبوع اللي فاتت I went to the beach. ذهبت إلى الشاطئ. I swam in the sea. عمت في البحر. I played football. ولعبت كرة القدم. I ate ice cream. أكلت. I ate ice cream. أكلت الآيس كريم. I was very happy. كنت إيه؟ مبسوط جدا. تاني. Last weekend I went to the beach. I swam in the sea. I played football. I played. Sorry, I played football. I ate ice cream. I was very happy. How I celebrate شم النسيم. إزاي أحتفل بي شم النسيم. عندي كده park. حديقة. Wear يرتدي. Salted fish. السمك المملح. Color. لون. Happy and excited. مبسوط ومتحمس. سعيد ومتحمس. يبقى إن شم النسيم. في شم النسيم. I go to the park. بذهب لي الحديقة. I go to the park. I wear colorful. colorful clothes. بتبتدي ملابس ملونة. I eat salted fish with lemon مع ليمون. called بيسمى ايه بقى فسيخ. called فسيخ بيسمى الايه الفسيخ.
I color eggs with red and blue. فلون البيض بالأحمر والأخضر. I am very happy. أنا مبسوط جدا and excited ومتحمس. الأول إن شم النسيم. I go to the park. I wear colorful clothes. I eat salted fish with lemon called فسيخ. I color eggs with red and blue. I am very happy and excited. سؤال بعد كده. My special day. اليوم المميز بتاعي. What was the special day? ايه هو كان اليوم المميز؟ Who was there? مين اللي كان موجود؟ What did you eat? كلت ايه؟ What did you drink? شربت ايه؟ Why was it special day? ليه كان مميز جدا؟ تمام؟ طيب قلنا هنسيب مسافة صغيرة في الأول. My birthday. عيد ميلادي بقى. Was a special day. كان يوم ايه مميز. Was a special day. My friends were there. أصدقائي كانوا موجودين. My friends were there. We ate a lot of cakes. And play. لعبنا party games. ولعبنا ايه؟ party games. We drank orange juice. شربنا عصير برتقال. We were very happy. Very happy because all my family and friends. كل عائلتي وأصدقائي were there. كانوا موجودين. تمام. يبقى my birthday was a special day. My friends was there. Friends were. W E R عشان were. Were there. We ate a lot of cakes. We ate a lot of cakes and play and of cakes and played party games. We drank orange juice. We were very happy because all my friends, my family and friends were there. Okay. نقلب الصفحة مع بعض. My favorite games. My favorite game. اللعبة المفضلة لدي. What the game is. إيه هي اللعبة. Where you play it. تلعبها فين. When you can play it. تلعبها إمتى. Who you can play it with. بتلعبها مع مين. Why you like it. وليه بتحبها. يبقى my favorite game. My favorite game. My favorite game is hide and seek. I play it in the park. I play it at the weekend. في إجازة نهاية الأسبوع. I play بلعبها it with my friends. Friends. It's a very beautiful game. And
and we all have fun. كلنا بنحظى بالإيه؟ بالمرح. يبقى my favorite game is hide and seek. I play it in the park. I play it at the weekend. I play it with my friends. It's a very beautiful game and we all have fun. بعد كده Egyptian people, الناس المصريين are very special, مميزين جدا. عندنا traditional food, الطعام التقليدي. عندي kind and hospitable, عطوفين ومضيافين. Greenland, أراضي خضراء. Famous authors, مؤلفين مشهورين. Players, لاعبين. تمام؟ يبقى Egyptian peoples are very special. Egyptian people are very special, مميزين جدا. They like traditional food like فول مدمس. They are very kind and hospitable. PITABLE to visitors. There are a lot of green lands. في كثير من الأراضي الخضراء of green lands. We have famous, لدينا famous authors, مؤلفين مشهورين, and players, لاعبين لاعبين مؤلفين مشهورين. يبقى Egyptian people are very special. They like traditional food like فول مدمس. They are very kind and hospitable to visitors. There are a lot of green lands. We have famous authors and players. My school party, حفلة المدرسة. When is the party, الحفلة كانت امتى. Where is the party, كانت موجودة فين. What will you wear, هتلبس ايه. Who will go, مين اللي هيروح. What will you do, هتعمل ايه. نبقى My school party, حفلة المدرسة بتاعتي. Will be next week, هكون الأسبوع المقبل. Next week. It will be at school playground, هكون في ملعب مدرسة. I will wear a green shirt, a green t-shirt. My parents, أو والدي, will come with me, هيجوا معايا. I will play, هلعب, party games and sing, هلعب ألعاب الحفلات وهغني. يبقى كده my school party will be next week. It will be at school playground. I will wear a green t-shirt. My parents will come with me. I will play party games and sing. مع بعض. This is where I live. هنا حيث ايه اعيش. عند كده صورة. Building, مباني. The Nile, نهر النيل. Farmlands, أرض زراعية. Temperate climate, مناخ معتدل. Fertile soil, تربة خصبة.
عند هنا في مبنى هنا هوت، وفي موجود على نهر النيل، يبقى كده اقول I live in a building near the Nile River. Near the Nile River. أنا عايش في مبنى قرب نهر النيل. There are a lot of farmlands. في كثير من الأراضي الزراعية. It has a temperate climate، مناخ معتدل، and fertile soil، it helps crops to grow، تساعد المحاصيل على انها ايه تنمو. يبقى I live in a building near the Nile River. There are a lot of farmlands. It has a temperate climate and fertile soil. It helps crops to grow. An oasis in Egypt. واحة في مصر. Oasis واحة. Environment بيئة. Fertile خصب. Water مياه. Soil تربة. And oasis. وكده ديت واحة. This is an oasis. It's in the desert، موجودة في الصحراء. It's a good environment to live، هي بيئة جيدة للعيشة. There is a fertile soil. There is water also to grow food، عشان زراعة الايه الطعام الاكل. يبقى this is an oasis. It's in the desert. It's a good environment to live. There is a fertile soil. There is water also to grow food. My dad's box of memories. صندوق والدي من الذكريات. للذكريات. عندي كده old، قديم، metal، معدن، photos، صور، friends، أصدقاء، excited، متحمس. يبقى my dad، والدي، My dad has an old metal box of memories He buried it years ago. He put a photo for him and his friends in the box. I am very excited to see what is in the box. متحمس عشان نشوف الايه في الموجود في البوكس. يبقى my dad has an old metal box of memories. He buried it years ago. He put
photo for him and his friends in the box. I'm very excited to see what's in the box. Okay. شوف مع بعض. بعد كده السؤال اللي بعد كده. We had fun. حظينا بالمرح. Trip. رحلة. See. بحر. Happy. مبسوط أو سعيد. Healthy food. طعام صحي. Catch fish. إيه. اصطادنا سمك. تمام. يبقى. We went to a trip. إحنا ذهبنا في رحلة. To a trip. إحنا ذهبنا في إيه؟ في رحلة. We went to the sea. ذهبنا للبحر. We catch. We caught. A lot of fish. My grandmother, my grandma made a healthy food. We were very happy. كنا مبسوطين جدا. We caught a lot of fish. اصطادنا سمك كتير. جدتي عملت وجبة صحية. طعام صحي. كنا كلنا مبسوطين. يبقى We went to a trip. We went to the sea. We caught a lot of fish. My grandma made a healthy food. We were very happy. شال بعد كده. My grandpa's special birthday party. عيد ميلاد. حفلة عيد ميلاد جدي المميز. أو حفلة مميزة. حفلة عيد ميلاد المميزة لجدي بتاع جدي. حفلة عيد ميلاد المميزة بتاع جدي. فود الطعام. جوس العصير. سينج سونجز غنينا أغاني. هاف فن حظينا بالمرح. سبيشال فود سبيشال داي يوم مميز. يبقى today is my grandpa's birthday. Birthday party. The food was delicious. The food is delicious. طعام لذيذ. There is a lot of different kinds of juice. في أنواع مختلفة كتيرة من العصير. We sang song. We sang happy birthday. Happy birthday songs. غنينا أغاني عيد الميلاد. We play party games. لعبنا ألعاب حفلات. And have fun. وحظينا بالمرح. It's a special day because all the family and friends are in the party. يبقى كل العيلة والأصدقاء كانوا في الحفلة. يبقى Today is my grandpa's birthday party. The food is delicious. There is a lot of different kind of juice. We sing happy birthday songs. We play party games and have fun. It's a special day because all the family and friends are in the party. Paragraph اللي بعد كده. Hide and seek. A lot of paragraphs. Paragraph كتير الصراحة. Hide and seek لعبة الاستغماية. عندي كده seeker الباحث. Hide يختبئ. Count يعد. Winner الفائز. Find يجد.
يبقى ان هايد اند سيك، في لعبة هايد اند سيك استغماية، the seeker الباحث، closes his eyes بيغمض عينيه، closes his eyes he counts to 10 بيعد لحد 10، the other players اللاعبين الآخرين hide بيستخبوا، he tries to find him بيحاول يجدهم، to find them يحاول يجدهم، the last one آخر واحد، the last one left آخر واحد بيفضل is the winner بيكون الايه الفائز، آخر واحد بيفضل بيكون الفائز. يبقى in hide and seek the seeker closes his eyes he counts to 10 the other players hide he tries to find them the last one left is the winner. The last paragraph I think the last one come to my party تعال الايه للحفلة بتاعتي this invitation دعوة invite دعوة play games نلعب ألعاب أو لعب ألعاب at home المنزل delicious food طعام لذيذ Thursday الحفلة الخميس sorry Thursday الخميس. يبقى I invite you I invite you to come to my birthday party on Thursday يوم day it will be at my home هكون في بيتي be at my home we will play a lot of party games هنلعب كثير من الألعاب حفلات my mom ماما my mom make a lot of delicious food يبقى كده I invite you ماما عملت كثير من الطعام اللذيذ I invite you to come to my birthday party on Thursday it will be at my home we will play a lot of party games my mom make a lot of delicious food وبكده طلاب الاعزاء نكون خلصنا جميع الباراجرافات خش مع بعض بعد كده على السؤال اللي بعد كده عندي سؤال rearrange مهم جدا السؤال دوت الترتيب هيجي لي منه سؤالين في الامتحان اتنين read and rearrange to make correct sentences اقرأ ورتب الجمل عشان تعمل جملة الكلمات عشان تعمل جملة صحيحة should be we of proud of our country beautiful يبقى we should be proud of our beautiful country المفروض نكون فخورين ببلدنا الجميلة يبقى كده بسم الله we should be proud of our beautiful country المفروض نكون ايه ما ننساش نحط في الاخر النقطه we should be proud of our beautiful country المفروض نكون فخورين بايه ب بلدنا الجميله number 2 I played انا لعبت games العاب with my cousins مع ابناء عمامي all afternoon طول فترة الايه بعد الظهر يبقى I played games with my cousins all afternoon number 3
There were no cars in the past. ما كانش في عربيات في الماضي. There were no cars in the past. Number four. A big ate مازن. يبقى مازن ate. مازن أكل. A big slice of chocolate cake. Of chocolate cake. مازن أكل قطعة كبيرة من chocolate cake. هنا What do people eat? الناس بتأكل إيه خلال الاحتفالات المهرجان أو الاحتفال. What do people eat during a festival? During a festival. هنا there في طريقتين لعرض المعلومات. There are two ways of showing this information. Number four. I feel sick. أنا أشعر بالتعب. Because لأنني أكلت حلوى كتير. B-E C-A-U Because I ate too much candy. أكلت حلوى إيه؟ كتير. We last weekend went to the beach Alexandria Inn. يبقى last weekend. Last weekend we went. ذهبنا إلى الشاطئ. We went to the beach in Alexandria. ذهبنا للشاطئ فين؟ في اسكندرية. Last week we went to the beach in Alexandria. السؤال اللي بعد كده. Can you come to my birthday party? ممكن تيجي. Can you come? ممكن تيجي حفلة عيد ميلاد بتاعتي next Friday جمعة قادمة. Can you come to my birthday party next Friday. ممكن تيجي حفلة عيد ميلاد بتاعتي الجمعة القادمة. Be careful. كن حريص. When you cross. لما تعبر الايه؟ كن حريص لما تعبر الطريق. Different people. الناس المختلفة. Like. بيحبوا. Different things. يحبوا الاشياء المختلفة. What makes us special? اللي بيخلينا. What makes us special? اللي بيخلينا مميزين. What makes us special? I was كنت nervous. أنا كنت متوتر أو قلق. At my في أول يوم في المدرسة. At my first day of school. في أول يوم فين في المدرسة. We and got يبقى we saw lots of fish. We saw lots of fish and caught an octopus and ومسكنا أخطبوط. We saw a lot of fish and caught an octopus. Okay. ما ننساش في الآخر سواء النقطة أو علامة استفهام. In which game do you need to run? في أي لعبة أنت بتحتاج تجري فيها؟ In which game في أي لعبة do you need to run؟ أنت محتاج إن أنت تجري فيها. In which game
Do you need to run؟ بعد كده when is، متى، when is شم النسيم this year، شم النسيم امتى السنة دي this year، when is شم النسيم this year، it's green and beautiful near the Nile، تكون خضراء وجميلة قريب من النيل، it's green and beautiful near the Nile، تكون جميلة وخضرة بالقرب من النيل، it's green, it's green, it's green and beautiful near the Nile. I put on usually t-shirt a blue gray pants and، يبقى I usually put on، I usually put on a blue t-shirt and gray pants. يبقى I usually put on a blue t-shirt and gray pants. Okay. شوف مع بعض السؤال بعد كده. Adapting are very humans to the environment. Humans are very good at adapting. البشر جيدين جدا في التكيف. Humans are very good at adapting to the environment. At adapting تكيف to the environment. At the environment. يبقى humans are very good at adapting to the environment. What subjects did you study today? ايه المواد اللي انت درستها النهارده؟ What subjects did you study؟ ايه المواد اللي انت درستها today النهارده؟ An oasis يبقى an oasis الواحة يكون فيها ايه بقى؟ has water sun and fertile soil، يكون فيها مية وشمس وتربة. هي المفروض sun الأول عشان sun water في كومة sun ورد هنا sun فيها كومة and fertile soil. في الآخر نحط نقطة. بعد كده there are lots of trees near the river، في كثير من الأشجار قريب من النهر. There are lots of trees near the river، في كثير من الأشجار بالقرب من النهر. People like temperate climate، a temperate climate الناس بتحب المناخ الإيه؟ المعتدل. People like a temperate climate، الناس بتحب الإيه؟ المناخ المعتدل. شذا had a piece of cheese، معها قطعة من الإيه؟ الجبن. شذا had a piece of cheese، قطعة من الإيه؟ الجبن. كحك are delicious cookies، كحك هو حلوى لذيذة أو cookies لذيذ. are كحك كحك are delicious cookies، كحك are delicious cookies. Grandpa's village is very quiet، قرية جدي هادئة جدا. Village is very quiet. Grandpa's village is very quiet. My uncle
عمي my uncle took me to the beach yesterday أخذني للشاطئ امبارح took me to the beach yesterday أخذني للشاطئ الإيه؟ امبارح I like colorful watches بحب الساعات الملونة I like colorful watches بحب الساعات الإيه؟ الملونة آخر حاجة بعد كده Egyptians are full of energy المصريين مليئين بالطاقة Egyptians are full of energy المصريين مليئين بإيه؟ الطاقة Are people Egyptian hospitable very يبقى Egyptians are very hospitable people المصريين ناس مضيافين جدا are very hospitable people What special days الأيام المميزة do you celebrate every year بتحتفل بيها كل سنة يبقى what special days الأيام إيه هي الأيام المميزة special days do you اللي بتحتفلوا بيها celebrate every year كل سنة يبقى what special days do you celebrate every year are 220 people coming party there يبقى 20 people are coming to the party 20 شخص قادمين لإيه للحفلة 20 people are coming to the party 20 شخص قادمين لإيه للحفلة 20 people are coming 20 people are coming to the party وكده طلاب الأعزاء نكون انتهينا من سؤال rearrange سؤال الترتيب بعد كده هنيجي على سؤال punctuate سؤال علامات الترقيم punctuate the following sentence one mark each الواحد بإيه بدرجة واحدة طبعا لما نيجي نحل السؤال ده بنكتب الجملة كاملة بس دلوقتي طبعا عشان خاطر الجمل كتير فانا هنغير بس الحروف او الحاجات المعمولة طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ان اول حرف بيكون ايه كابيتال يبقى هنا وي الدبليو كابيتال هنا وي اوفن لوك فور كلايمت ووتر اند سويل هنا في نقطة يبقى خلاص ذا سيتي التي كابيتال ذا سيتي از فول اوف لايت بات قبل بات يكون في ايه كوما بات ذا كانتري از كوايت يبقى هنا جملة نحط ايه نقطة Where is grandpa's هنا الاس في قبلها ايه ابوستروف village هنا علامة استفهام Where is grandpa's village Inuit people I capital live in the Arctic regions يبقى عندي كده الاركتيك كابيتال وعندي كده وات في الاخر نقطة Did عندي اول حرف كابيتال You like the story of grandpa's of the memory diet question mark There were cakes, cookies. عندي هنا cakes بعد كده كوما كوما مش أبوستروف كوما زي هنا بالظبط كده كوما cookies and fruit in my grandpa's birthday. عندي هنا نقطة full stop ماشي full stop. What عندي هنا أول حرف capital are the children doing are the children doing يبقى عندي هنا question mark. What برضو هنا W Egyptians الاي وموجود كويستشن مارك فرير عبد العزيز از ا فيموس الاف كابيتال عبد العزيز هنا برضو الاي كابيتال في الاخر هنحط نقطه ات سنوز ات سنوز ان سيناي ريجون يبقى اي الاي سيناي برضو الاس في الاخر النقطه موجوده ذا شيرت هاز ريد بعد الريد في كوما بلو في الاخر نحط ايه نقطة سارس هنا في ابوستروف يعني عندي كده الابوستروف والاخر ايه نقطة ماي بيرثداي ماي بيرثداي نيكست فرايداي الاف والنقطة موجودة يبقى الام والاف وات
هنا ال W capital, information is missing في الآخر هنحط question mark. grandma is G capital, give me money for G capital for the new year, يبقى في الآخر هنا النقطة موجودة, يبقى grandma give me money for the new year G. تمام, اللي بصفحة مع بعض. هنا I looked up and saw birds يبقى عندي هنا كومة. تمام, ما ننساش الكومة. dragon and monsters. تمام, طيب mom الام and dad were at the wrong wedding في الاخر النقطة full stop. why was Mona اسم, طبعا الاسم يبقى capital. عندي question mark. how many branches does the Nile have. نايل طبعا نايل نهر النيل او الان capital, وفي الاخر ده سؤال question mark. she make كحك يبقى she ال e ال s make كحك. it wasn't but it wasn't delicious full stop. the Nile ال n is the longest river in the world, نهر النيل هو أطول نهر في العالم full stop. هاني ده اسم ولد طبعا ال h capital. is too cold he can be sick, الجو برد جدا ممكن يكون ايه ممكن يبرد. where do you live ال w capital, وهنا question mark. where do you live. Egypt ال E capital. is an exciting country full stop. مصر دولة مثيرة. why do farmers ال W capital, why do farmers grow crops near the Nile question mark. couscous اللي هو الكسكسي C capital. semolina with meat and vegetables في الآخر full stop. كسكسي هو ما هو السميد مع اللحمة والخضار. اوكي, اخر صفحة معانا. do you want to try كسكس, يبقى عن هندا الدي اول حرف طبعا كابيتال, لو مش معمول كابيتال يبقى لازم كابيتال, وفي الاخر ده سؤال question mark. وي اول حرف كابيتال يبقى خلاص انا ما نزلش سمول. وي ونت تو دميتا الدي دمياط عشان المحافظه. تو سي اور فاميلي عشان نشوف عيلتنا يبقى فول ستوب. وي ويل جو تو ذا سي نيكست سبتمبر الشهور, اول حرف كابيتال الاس طبعا, وفي الاخر فول ستوب. واتس هنا في حرف لوحده كده يبقى هنا في ابوستروف, الابوستروف فيفوريت ميموري question mark سؤال. كحك ار ديليشيز كوكيز, الكي تبقى كابيتال في الاخر فول ستوب. وات دو بيبل دو ديورينج رمضان, يبقى عندي هنا الدبليو وعندي رمضان الار والكويشن مارك محطوطه, يبقى الدبليو والار. اي سو نجوى طبعا اسم بنت الان اند امير وامير ات ذا بارتي, يبقى الان والاي. بسبوسه اول حرف في الجملة طبعا لازم يبقى كابيتال. is a thin sweet semolina thin بعدها في كوما. cake with syrup وفي الآخر في نقطة. آخر حاجة the birds هنا في full stop. feathers were untidy هنا في قصدي هنا كوما وهنا full stop. تمام, وبكده طلابي الأعزاء نكون انتهينا من أسئلة نماذج الوزارة. تمام, طبعا هي الاسئله ديت نازله قريب جدا, لازم ناخد بالنا جدا منها كويس جدا ونراجعها. ديت ان شاء الله اللي هيجي منها الامتحان الاسبوع الجاي ان شاء الله, لازم نراجعها كويس جدا 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 مره واثنين وثلاثه, نفهم ليه احنا حلينا الحل ده. يعني احنا مش بس ناخد الحل وخلاص, ولكن احنا نقرا السؤال ونفهم, لان السؤال ممكن يجي لي بطريقه مختلفه, ممكن ما يجيش في الاختيارات على ايه جاي, هو بس في مثلا املا الفراغات او التوصيل او القطعه. تمام, فاللي هو ايه ممكن يلعب لي فيها في كده بس. طبعا الامتحانات اللي هيجي منها طبعا الامتحانات هتكون مختصره شويه عن كده, بمعنى ان الاختيارات هتجي لي نقطتين اتنين بس, القطعه هيجي عليها بس تلات اسئله اللي هو صح وغلط. تمام, بس في الانزا جابس هيجي ممكن بكتير سطرين عليهم نقطتين, يعني فراغين اتنين بس اللي هنملاهم, خلي بالنا من كده, فراغين اتنين بس. عندي جملة بانكتويت واحدة, جملة اللي هي بتاعت علامات الترقيم. ري أرينج هيبقى اللي هو التوصيل, آسف ري أرينج, الترتيب هيبقى برضو جملتين, التوصيل برضو هيبقى جملتين,
هو نفس الأسئلة ولكن مختصرة، تمام؟ يعني اتنين 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 كده. طبعا هيجي لنا باراجراف، تمام؟ طبعا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، نذاكر كويس جدا. في أي سؤال تحت أمركم. شكرا لكم طلابي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.